السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة رقية؟ الحمد لله تمام بخير. معلش، احنا كنا بنتكلم على ريفيجنز في اي ترانس ميتال. اعتقد في نقطة خلافية بس شوية. انا كنت بقول ان هو لازم الريفيجن يكون السيم سبجكت للبريفيوس وان. فحضرتك قلتي لا، احنا ممكن مثلا لو في ماتيريال سبميتال جاي من ثانية واحدة مورد تاني. ثانية واحدة ثانية اتفضلي. واحدة حضرتك بتتكلم ان هو الريفرنس واحد وهو لازم يكون السبجكت واحد، تمام؟ بالظبط. يعني تمام، هو ده صح، حضرتك عندك حق. انا فهمت حاجة تانية، انا فهمت ان حضرتك بتدي ريفيجن لكل الحاجات اللي السبجكت بتاعها واحد. لا لا، انا قصدي ان هو يعني لو مثلا عندي ماتيريال سبميت الرقم 100 ريفيجن واحد، هيكون نفس السبجكت مطابق لل 100 ريفيجن زيرو. بالظبط ايوه تمام كده، اوكي. تمام. انما ممكن طبعا وحاجة كمان، وممكن حاجة طبعا كمان في السبجكت الماتيريال، يكون اتفضل. في حاجة كمان ان في الماتيريال سبميتال هو بيقدم ايتم واحد، يعني ما ينفعش يقدم سيستم كامل، فاهمني؟ يقدم يا فندم. يعني يقدم ايتم واحد في الماتيريال، بحيث ان هو مش المرة دي مثلا يجي يقول لك مثلا ان انا هقدم الايكويبمنت دي، يجي في المرة التانية يقول لك الايكويبمنت دي انا هقدم الاكسسوارز بتاعتها. في نفس السبميتال هتلاقيه هو بيعمل لك ريفيجن، بيغير لك السبجكت ريليتد لنفس الايكويبمنت. بالضبط. فاحنا عشان نمنع ده احنا بنقول له ان انت هتقدم ايتم واحد بس في الماتيريال سبميتال للاعتماد، بحيث ان تمام. الانجينير لما يجي يرد عليك هيديك لا اما ابروفد لا اما ريفايزد على ايتم واحد، لان هيجي بعد كده هو مقدم اكتر من ايتم في الماتيريال سبميتال الواحد، هتلاقي في الاخر المهندس عنده حاجات متوافق عليها وحاجات مش متوافق عليها، فمش قادر ساعتها نقع في المشكله بتاعت البي والسي اللي لسه استاذ يحيى كان بيتكلم عنها ايوه من شويه. ايوه ايوه تمام، صح كده. فده برضو شرط من شروط الماتيريال ان هو يقدم ايتم واحد نفس السبجكت في كل ريفيجن بنفس الريفرنس. تمام. بس هو احيانا بالذات بالنسبه للاكسسوارز، يعني هو مثلا لو هيجيب مثلا بلاستر اكسسوارز، هو بيحط الاول هو بيوافق على المانوفاكتشرر نفسه، تمام، وبعد كده بيقدم سبميتال تاني جديد برقم جديد للاكسسوارز. تمام هو كان واخد موافقة على المورد قبل كده أو المصنع تمام اللي هو هيجيب منه، بس هيجيب الأكسسوارز، مش هيجيب مثلا كل أكسسوار منفرد لوحده في سبميتال. يعني أكيد لا، هو هيجمع الاكسسوارز كلها مع بعضها، فاهمني؟ بالظبط. هو طالما بس المورد مش متوافق عليه هيقدم مثلا فخلاص، في غالبا ماتيريال بنسبة مره 90% التشيلر، دي. مثلا مش هيقدم مره التشيلر وفي نفس الماتيريال هيجي بعد كده بعديها مثلا بشهرين يقدم لك الاكسسوارز بتاعت التشيلر على نفس الماتيريال، فاهمني؟ أيوه تمام، مع حضرتك اتفق معاك. تمام ماشي يا فندم، شكرا. ماشي يا فندم، بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا أستاذة مجهود؟ طيب، ربنا يخليك، شكرا. الله يجزاك الخير. أنا بتكلم على نفس النقطة اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي فيها بخصوص السبميتالز اللي بتقدم لماتيريال معينة وللأكسسوارز بتاعتها. ساعات بيحصل ان بيكون في اكتر من مهندس بيتابعوا نفس الموضوع، اتنين مهندسين ميكانيك مثلا بيتابعوا نفس الامر، وبيحصل ان واحد بيوافق سي على نوع معين من المواسير، ويجي التاني مع الاكسسوارات بتاعتها يوافق على اكسسوارات متركبش عليها، ويجي في الاخير المقاول بيطالب بفاريشن اوردر علشان اعمل كوردينيت ما بين السيستمين او ما بين النظام ده والنظام ده. فازاي نحكم حاجه زي كده؟ دي حاجة تكنيكال حضرتك كده ندخلك فيها، يعني احنا ما يعني ده ندخلش أمر فيها. من الألف للياء، ده تكنيكال، يعني دي حاجة يعني أوي أوي تكنيكال، بعيد عن داكن كنترول خالص. تمام. هو بس الفكره ان بيرجع الموضوع بيتعلق في رقبتنا برضو في الاخير، ان احنا لا احنا ما اظهرناش الاوراق او المستندات الاولانيه، ولا دي بيكون الفكره او مسؤوليه المهندس ان هو المفروض يحتفظ بنسخته وهو اللي يرجع لها الكترونيا. لا، دي مسؤولية الكوردينيتور بتاع المشروع، هو اللي بيكوردينيت الدوكيمنتس اللي عنده، بيكوردينيت الشغل بتاعه مع المهندسين الموجودين معاه. وارد ان مثلا ان هما يكونوا موزعين الشغل بطريقة معينة، بحيث ان في جزء كل واحد شايل تاسك لوحده بعيد عن التاني، بتاع الشوب دروينج مثلا، المهندس بتاع الشوب دروينج اللي بيراجع الدروينج غير اللي بيراجع الماتيريال مثلا، تمام؟ فهما الاتنين مش بيسمعوا مع بعض، شغلهم مش بيسمعوا مع بعض او مش بيتناقشوا مع بعض في الحاجات دي. فدي مش مشكلة، مش مشكلة دوكيمنتس خالص، مشكلة مش الدوكيمنتس ان انت تفصل. مش تمام، ما تخصكش تماما.
بس مشكلتك ان انت تبقى حاطط على السيستم الحاجه الابديتد بس، دي مشكلتك انت. ان هو يجي المهندس يدور يبقى عارف ان اللاست ريفيجن بتاع الحاجه الفلانيه كذا، دي مظبوط وظيفتك انت بقى مش مظبوط. وظيفته هو. تمام، فهي دي ده الجزء اللي يخصك بس، ان هو بس هو يلاقي انا مش بحط اللاست ريفيجن بس، انا بحط الاول ريفيجنز، انا بحطها حلو، من بتحط زيرو الاول لحد ريفيجن بس بتهايلايت اللاست ريفيجن ان هو ده الموجود، ان ده اخر حاجه انا شغال بيها، تقدر تهايلايت تعمل لها هايلايت هو مثلا في انا الصح. بعملهم يعني. انا كنت شغال على سيستم اكسل شويه، مش يعني مش حاجه كبيره يعني. فكنت تمام، بحط ان كل سبجكت وكل ريفيجن او كل نمبر للاعتماد اللي متقدم او السبميت اللي متقدم بحط له رقم مباشره. فلاست 1 بيبقى ظاهر قدامي مثلا رقم 7، ريفيجن 1، ريفيجن 2، 3، 4 لحد اخر ريفيجن بيبقى تحت منه مباشره. الابديتد بتاعه بعمل له انسيرت وبكمله وبدخله فيه، فهو تمام بيبقى عنده الاول ريفيجنز تمام وبتبقى حضرتك ظاهرة قدامه. ممكن تظهر له ده اكتر، ان انت تعمل مثلا اللاست ريفيجن بلون محدد مثلا في الاكسل مثلا، او ان انت أها تبقى شادد خط على الـ على الـ على الـ على الكلام اللي ابتدى على الـ أن على الكلمات التصوير. بتاعه الريفيجنز القديمه. تمام، ان انت تبقى عامل عليها فاهمك خط كده بحيث ان هي تبقى معروف ان دي ريفيجنز قديمه، بس اخر ريفيجن هو ريفيجن مثلا رقم 5، لان هو ممكن تمام. انت بطريقه الترتيب بتاعتك للاكسل شيت ما تكونش انت مرتبها على حسب الريفيجنز، فهو ممكن يكون يفتح الشيت الاكسل بتاعه وبيشوف ان انت اخر ريفيجن 4 وهو شايف المفروض 5. فلو حضرتك عامل لكل لاست ريفيجن لون، او محدد ان كل الريفيجنز القديمه متشخبط عليها بخط كده، فده هيبقى واضح اكتر ان الناس اللي تيجي تشتغل بعد منك عارفه ان لاست ريفيجن لونه اصفر، او ان الريفيجنز التانيه جرين مخطط عليها مثلا او فانا خلاص حاجه. مش هبص عليه. تمام، فدي تمام هتسهل تمام عليك تمام وهتسهل عليه هو كمان. تمام تمام شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.